مرحبا بمتابعي الكرام مباشرة على قناة شوف تي في، مباشرة من ضواحي أزمور في هذا الملف ديال مقلع الرمال. كما كتشوفوا هاد العائلة اللي كيقول لك أن هاد الناس أحد الشركات نصبوا عليهم في الأرض ديالهم وأرض ديال الورثة ودار في هذا المقلع. هذا هنا رسالة موجهة لجميع السلطات المختصة، إلى عامل صاحب جلالة على إقليم جديدة، رئيس الجماعة سيد القائد سيد الباشا، الناس المسؤولين على هذا الشأن. هذا كما كتشوفوا يعني هذا الشيء خطير جدا، خطير جدا أن الرمال اللي كيقول لك أنه الأرض ديالهم ونصبوا عليهم. شو كما كتشوفوا يعني ما جبال من الرمال، شتا تاع الرمال تكلعات. يا ربي السلامه. حنا من هنا غادي نحاولوا اننا نمشوا مع هذه العائله وغادي يورونا شنو مازال كاين هنايا. تفضلوا معنا. هاد الارض، هاد الارض سيدي تيتر ديال واخا نمشوا لهنا وغادي دائما المتابعين الكرام كما كتابعوا معنا مباشرة من ضواحي أزمور جماعة سيدي علي بن حمدوش دوار أيت شيخ. شنو دوار؟ دوار أيت شيخ. دوار أيت شيخ تابع لجماعة سيدي علي بن حمدوش. كما كتشوفوا هاد المقلع، هذا المقلع ديال الرمال، أنهم كيقول لك أنا بدون موجب حق انهم استولوا على هذه الارض هذه وبدون ترخيص بدون والو. والمفاجاه انك يقول لك انهم توصلوا بواحد الشيك يعني تعويض على بعض الاضرار، وشيك بدون رصيد، وان يقول لك الشركه وهميه وانهم تسلموا معهم الشيك بدون رصيد. كما كتشوفوا خير دليل على ذلك انك تشوف هي التراكس، هي واقفه هي ديال الشركه اللي كتقلع الرمال. ها هي هاد الناس داو لينا الارض لان غادي نحاول نشوفوا هاد المقلع هذا اللي كيقول لك انه يتنافى مع القانون. كما كتشوفوا تهدت الاشجار تقلعات، هذه رساله كذلك المياه والغابات، المياه والغابات باش يدخلوا باش يشوفوا هذا المشكل. هذا الاشجار اللي تقلعات هنايا وهذا الشيء اللي تنقولوا حنايا شيء خطير ومؤسف. كما كتشوفوا هاد تعال حنا اللي مهم عندنا هو هذا. كما كتشوفوا كما كتشوفوا هنايا شو غادي تهضري انت ولا شتي فيك؟ اييه ركب لي الميكرو. السلام عليكم. عليكم السلام. حنا بعد الطلب ديالكم حنا جينا عندكم باش نوصلوا الرساله ديالكم للناس المختصين، توصل الرساله ديالكم. كما كتقول قناه شوف تي في دائما قناه الشعب، اول قناه الكترونيه تلفزيونيه كتعتني بالمشاكل ديال المواطن. حنا جينا باش كما تنقولوا ان للطرف الثاني حق الرد. اللي كنتمناو هاد الناس هادو اللي عندهم هاد الارض مستغلين هاد الارض هادو، مرحبا بهم تما. عندهم اللي بغاو يجاوبوا على الرسوم وينفيو هاد الشيء، مرحبا. حنا وانا نوصل الصوت ديالنا. تفضل عاود لينا. شكرا شكرا. هاد البلاد سيدي 8 لقطارات ونص بالتيتر ديالها، هاد الناس جاو تراموا عليها، كتقول كيقولوا هما شركه تراموا عليها بدون رخصه دون مشرى. حنا ما فارقينش هاد البلاد، حنا ما فارقيناش، باقا في التيتر في اسم مولاها. هاد الناس جاو كيهزوا في الرمل، واللي جا عندهم كيسكتوه كيعطوه شيك، ملي كيمشي يصرف داك الشيك كيلقاه خاوي ما في حتى حاجه، شيك بدون رصيد. دون رصيد. ملي مشينا عند القيد ديالنا ديال سيدي علي، قال لينا هذيك اللي قلنا اللي حنا ما ديلي تيترو، وكيقول لينا لا راه واقيله ملكيه.
حطينا لي الشكايه وجاوب عليها. ها هي التاريخ ديال الشكايه، حط التاريخ ديال الشكايه، جاوب ما جاوبش عليها. التاريخ ديال الشكايه هو قدامكم كتشوفوا فيه، هو كيما كتشوفوا ملي الشكايه. خلينا مشينا فتنا القيد ومشينا عند رئيس جماعه، قلنا ليه واش عندك عاطي مشي رخصه، قال لك ما عندهمش الرخصه. ما مشينا للعامل ديال جديده دون 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 جواب. هذه راه طامه كبرى. عاود مشينا سيدي ملي عطاونا شيك خاوي واحد مقابل داك، عطاونا شيك خاوي ملي مشينا للرئيس البنكه ما صرفوش، مشينا للبنكه ما صرفوش لينا. ملي جي شيك بدون مأونه، ملي مشينا لعند رئيس المحكمه والقرار لانه بدون مأونه، مشينا رئيس المحكمه قال لنا سيدي انا ما نضرش ناس اخرين كذا، انا ما نضرش ناس اخرين، خصو يضرنا حنا، يضرنا حنا اللي مساكين، ما يضرش ناس اخرين، ما يضرش الناس اللي عاطين الشيك وكيلعبوا بينا، هذو ما ضرهمش القيد ولا رئيس الدائره ولا رئيس الجماعه. دون رخصه، هادشي راه فوضى في هذه البلاد هذه. انا كنتكون في الدار البيضاء، فوضى فوضى، ما كاينش واحد اللي انا كنحسب القياده ولا شي حاجه، ما بقاتش هنا في عملات جديده. يعني تقول واحد اللي نضعوا لنا حنا المساكين اللي هاد الورثه هادو كتشوف حاله مديرينا، هاد الورثه يتامى وفي ديالهم كيمشيو كواك، هادشي راه بزاف بزاف بزاف، هادشي بزاف، هادشي بزاف. المقلع دابا هو هنا، هاد المقلع دابا شهرين هادي قلعوا الشجر، الشجر هو مقلع كيتقلع بالجدر ديالو، والتاريخ ديال الشكاره تقريبا شهرين هادي. لا امتى تحط هو؟ تحط شهرين باش تحط، يعني نهار 3 مارس. دابا هاد المقلع ملي تحط مستاصروا معاكم؟ ما استاصروا معانا، ما سقناش حتى الخبار، راه شارين عند واحد قسم حداه من اللي ماشي في التيتر، وبناو عليه ودخلوا لكل شيء. هذا هو المشكل دابا، هذا نصبوا علينا وضحكوا علينا. حتى كتشوف الارض خسروا علينا، الارض كانت حراتيه، شوف الارض كنا كنحرطوها، دابا هما داروا فيها كاريان، ها الكاريان لتحت، ها هو ها الشجر مقلع بالجذور ديالو، يعني كتظهر فوضى. ما كاينش هنايا اللي شنو كطالبوا دابا؟ احنا كنطالبوا كنطالبوا الارض ديالنا ترجع كما كانت، وكنطالبوا تعويضات، يعني 100 خصنا 100 مليون تعوض لنا باش يردموا لنا هادشي وتقاد لنا، كنطالبوا 100 مليون يعني باش قادوا لنا هاد المسائل هادي. لا من لا 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 من يقول غير هذا المنكر، تقول واحد ملي مشينا القايد ما عطاناش وقت، رئيس الدائره ما عطاناش وقت، رئيس الجماعه ما عطاناش وقت، مشينا عند المقدم بعدا ولد حمادي هو الاول ما عطاناش وقت، يعني بالسيف احنا مضرورين، احنا مضرورين احنا هنا. ملي كتشوف هذيك كتوحش الموت، يعني ملي كيمشي لك ديالك وانت كتشوف كيجي واحد كيهز في فلو، كيهز في بلادنا ويبيع في التراب ديالنا وحنا محتاجين ليه، هادشي راه مستحيل. وملي كتمشي وملي ملي كمل لينا ملي كمل لينا ودرنا شكايه باش ناخذوا الرصيد ديال البنك، منين قال لينا رئيس المحكمه هذا اللي كتمناو، اللي قلنا اخر غادي يحل لنا مشكل، قال لينا انا ما نضرش الناس، ما نضلش الناس مولين شاك، ولكن يضرنا احنا مواطنين، احنا مواطنين يضرنا. ودرت الطبيعه هادشي راه شوفوا هاد الشجر اللي كيتقلع دون ما علموا لا برقادي لا المياه والغابات لا يديك لا يخليك. انا كتظهر لي فوضى في المنطقه، فوضى. كنطلبوا من الملك الله ينصرو، هو يراقب هذا الظلم، هذا يراقب هذا الظلم، هذا راه بزاف، راه بزاف هادشي، هذا بزاف. ملي كنلحق هنا كنبقى، ملي كنكون في الدار البيضاء كتظهر لي الحكومه، ملي كنلحق هنا كيظهر لي فوضى، الفوضى. تبرم من طريق ولا عندك دك، هاتا كتشوف القروه، هاتا كتشوف القروه، هاتا كتطلع تطلع 30 كاميو، 30 كاميو كتطلع الرمل، كتطلعوا من العقبه وتحطوا الرموكات، الرموكات شادين كارين بلاد، شادين قطار تما باش يحطوا فيها الرمل باش يجوا الرموكات يهزوا الرموك، وقال الرموك كيدير 6000 درهم بالرمل ديالنا، وحنا ما حنا محتاجين 100 درهم محتاجين بها. هادشي راه بزاف بزاف، والدليل ها هو كلشي شكايات باينين، الدليل قدام ها هو كلشي شكايات، شكايه كل شكايه، راه حنا عندنا كاشي ديال مولاها. واخا نطلب السيدة نشوف شنو تقول لنا. السلام عليكم. كذلك من احد الورثة. ايه اخويا. السلام عليكم، انا سيدي قبل شوية بيخرج شوية هكاك.
انت من 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 الورثه ياك. ايه سيدي. شنو المشكل اللي عندك؟ انا خويا اول حاجه هذه بالنسبه لي انا طامه كبرى، ماشي شي حاجه اللي عاديه. انا كنسكن في كازا، هذا الحكم انا البلاد ما كنجيش ليها بزاف حكم انها غير ديال الوالديه. انا سيدي ملي لقيت هذا الشيء تصدمت، انني قدمنا شكايه. تخيل ان القيد ديال العامل سيدي علي بن حمدوش يسيق الاخبار لهاد المصيبه واقعه وما يوقفش معاك. حنا في كازا يقدر تبنى حيط ما فيش حتى 1 متر والقيد يجي ويتهدم هذاك الحيط، وهنا كيبان لك انهم الارض كتهز فراسك. العود ديال الرمل هنا هو 30 متر ديال العلو، وعاد تزيد الغابه هنا. عند الناس كيهزوا كيبيعوا في شجرنا حنا تنشوفوا، تيهزوا في رملتنا وحنا تنشوفوا، مخلين ولاد عائلتنا هما كتشوف فيهم محتاجين الفلوس، والديهم ميتين هادو يتامى. حنا على الاقل معنا والدينا. هاد الناس هادو فاتوا الحدود. حنا انا اليوم كنلتجا لجلاله الملك، ما كندوي مع حتى شي واحد، كنقول جلاله الملك هو اللي ينظر في هذا المنظور. اما بالنسبه للناس ديال العماله ولا القيد ولا داك الشيء، الله فوق منهم. الى هاد الشركه فوق من هاد الشيء، راه كاين الملك فوق منهم كاملين. يعني انا بغيتو ياخذ العقاب، يضربوا على يد من حديد باش ياخذوا عبره لاي واحد. انا هاد البلاصه كنقول لكم اقليم شتوكه، عماله سيدي علي بن حمدوش، دوار اي الشيخ، اقليم الجديده، جماعه سيدي علي بن حمدوش، جماعه سيدي علي بن حمدوش. يعني هاد السيد التافتوا لينا، التافتوا راه غتوقع مصيبه هنا، راه غيضيعوا ضحايا هنا، راه بزاف الناس غادي يتشردوا بسبب هاد. باش تشوف ارضك كتمشي ليك وانت ساكت، راه مستحيل، راه كتشهى فيها الموت. اللهم تموت ويقولوا السيد راه مات بكرامته على ارضه وعلى وطنه، ماشي تمشي لك ارضك وانت كتشوف. راه ما كايناش هادي فوق من، ما عمرني سمعتها انا ولا عمرها كانت في هذه الارض. قصدنا اليوم رئيس المحكمه باش ناخذوا اذن باش نعرفوا الجيرمون ديال الشركه اللي رفعوا عليه دعوه، لاننا حنا لقينا الشيكات بدون رصيد بدون مؤونه. مع من غنهضروا؟ الشركه ما كاينه، الشركه وهميه. عندنا الشركه العنوان ديالها هو مصرف المغرب. مشينا باش ناخذوا سيدي الجيرون ديال الشركه اولا المدير المسؤول على الشركه، كيقول لك رئيس المحكمه ما عنديش حق انا نتسبب في مشاكل. يا ترى هذه المشاكل كلها اللي كتشوفوا فيها كاين اكثر منها، هاد الوجوه ما محتاجاش. علاش زعما؟ حيت هما ما عندهمش الفلوس وهذوك الناس عندهم الفلوس. راه كاين الله فوق من هادشي، وكاين جلاله الملك الله يخليه لينا. راه ما يمكنش لينا حنا نبقاو نتسناو فيكم، انت رئيس جماعه ولا انت قيد، راه اليوم عندك وغدا عندنا. عندك يحسب لك انت جي شي من هاد، راه انت غتجي نوبتك وغتمشي قبل منه وغيجي ولادك. ويا ترى واش اللي غيحكم مع ولادك؟ غتكون انت كاين معاه. اليوم انا هنا يقدر ولدي واحد النهار يولي يكون في بلاصتك انت، ولدك انت اللي يجي عند ولدي انا. ما تقلبوش الفيسي على بعضياتكم. حقنا هذا مشروع لنا، هذه ارضنا وكنطالبوا بحقنا. والشركه اللي كانوا كيشوفوا فيا مالي الشركه، لا فيهم قد هكا ديال المسؤوليه وفيهم حس الرجله يجيو يواجهونا. وتا السيد اللي دخلهم هنا لهاد الشركه كيف ما كان نوعه، يا ترى يكون انت من عائلتي ولا انت من دمي. انا كنطالب ليه بالعقاب الشديد، لانه دخل لينا الاعداء لارضنا. انا كنعتبرهم يهود ماشي مسلمين اللي غاديين يطعنوا لنا في ارضنا وفي شجرنا وكيقتلوا لينا في شجرنا. الشجر هو اللي كيتشبت لينا الارض، الشجر هو اللي هذه حياتنا، هذه خلاوها لينا جدودنا. حنا بغينا، حنا ما كناش باغيين كاع نبيعوها، حنا باغيين نديروا فيها مشاريع. انا كندير داكشي ديال صناعه تقليديه، انا مقاول، انا رئيسة جمعيه صناعتي في داري. انا ما باغاش، انا سيدي الارض ما بغيش نبيعها، انا باغي ندير فيها مشروع، باغي نعلم فيها العيالات. كاين هنا عندنا خصاص هنا، انا ما باغاش نبيع وما باغاش نبيع. انا من الورثه اللي ما باغاش نبيع، انا باغي ندير مشروع على ارضي ولا ارض جدودي. وارض جدودي ما عندهمش حق. انا كنطالب اليوم جلاله الملك شخصيا وشوف من حالنا، وفي هذا العمر ما يخليش نحقد على هذا الموظف وانا في هذا العمر. اما هاد الناس اللي قبل مني راه على الاقل عاش، باش تكون عندك 30 عام في عمرك وتشوف هذا الحقد، كيفاش بغيتيني انا نكبر في هذا البلاد وانا حاقد على هذا المجتمع كامل؟ باش تقول لي شركه انا تغتصب لي خوالي وعائلتي وتاخذ لهم ارضهم وانا كنشوف؟ شمن ميساج بغيتيني نعطي لولادي اللي انا والده دابا عندهم 11 عام و8 سنين؟ شمن ميساج غنعطي لولدي انا نقول له جا ولدي دخل الدار وسد عليك؟ راه ارضنا كلها فيها 30 متر ديال العلو، سيدي علي بن حمدوش هزوها لينا. ياك ما غادي نوصلوا يسدوا علينا البيبان ونديروا لنا القفور؟ راه حنا ماشي في استعمار. هذا نداء للناس ديال الشركه، والدلع على هذا انت كتشوف الكروات. وانا كنوجه نداء لهاد الناس اللي عندهم حس المسؤوليه قد هكا، يبركوا معايا فوق الطبله ونتواجهوا وجها لوجه، وناخذوا التعويضات ديالنا الى رضاتنا، التعويضات ديالنا الى رضاتنا حنا ورضات الاطراف اللي معايا اللي هما محتاجين. اما انا هاد الارض ماشي ديال الوالديه، الى رضاتهم ورضات والديه انا معاهم، الى ما رضاتهمش راه القانون غياخذ المسطره ديالو. كنطلب من جلاله الملك شخصيا. اما هاد الناس المسؤولين كلهم ما عندهم باش يفيدوني، حتى وصلت عندهم وما قدوش، الشركه جات فوق منهم. يعني باعونا، مادام باعونا حنا دابا كنلتجوا وكنوجه نداء لجلاله الملك يشوف من حال هاد الشيء. اللهم ان هذا لا منكر، اللهم ان هذا لا منكر. واش عندنا شي، مشينا للعماله، مشينا للجماعه، مشينا للمحكمه، هادشي راه ما عندناش حنا في كازا. انا راه تصدمت، انا اللي زايده في كازا وعايشه في كازا ومولوده في كازا، راه ما يمكنش تقول هادشي كتعاود لشي حد. كيقول لك ما يمكنش، هادي طامه الكبرى، هادي مصيبه، هادي راه فجيعه، هادي راه زايده على كورونا ديال هاد البلاد، هادي كورونا ديال سيدي علي بن حمدوش، ماشي كورونا ديال البلاد هادي. هادي بالنسبه لي انا كوفيد ديال سيدي علي بن حمدوش وديال هاد الناس يغتصبوا هاد البلاد.
وكنطلب من جلالة الملك يشوف معنا حل. بالنسبه للناس اللي ما فاهمينش، دابا هذه ارض ديال الاب ديال جدك. آه. توفى الجد ديالك باقي ما درتوش الحساب. هذه الارض سيدي هذه الارض ديال جدي عيشور احمد باقا في المحافظه في التيتر، حنا ما مخارجينش ما قاسمين لا ما والو، لاننا عندنا ما كاينش مقاسمه، ما كاينش عده الاراثه، باقي الناس عايشين منها، والناس يعني عائلتنا ما قسمنا ما تخارجنا. هاد الناس بغينا نفهموا اكواص كيفاش دخلوا لهاد الارض، كيفاش دخلوا ليها. نادو عماتك وعمامك، نادو خوالي. خوالك نادو خوالك، نادو هما اللي عطاو الارض. لا ماشي خوالك، ما عطاوش هادو كلهم. ما فهمناش حنا كيفاش دخلوا، حنا لو كان عرفنا شكون عطا ما عرفناش شكون دخلهم. حنا لحد الساعه بغينا نعرفوا معاد من شراو ومعاد من دخلوا هاد الارض. اخويا راه باقاها تيتر، باقا في دار المحافظه. نعطيكم المستند، المستند هاد الدار باقا في المحافظه، باقا ما كاين لا مخارجه لا والو، عايشين فيها جماعه، كل واحد عارف، باقا ما كاينش مخارجه. بغينا نعرفوا هاد الارض باقا في التيتر، باقا في سميت جدي عيشور محمد، باقا في التيتر احمد، ما كاين عيشور احمد باقا في التيتر، ما كاين حتى شي علاقه باش تباع هاد الارض. ما يمكنش تباع باقا في التيتر، باقا ما مخارجاش، راه فيها بزاف ديال الوراثه. كيفاش دخلوا هاد الناس، كيفاش وصلوا هنا؟ راه في حد ذاتها راه ضرب من الجنون، باش نعرف انا كيفاش دخلت راه ضرب من الجنون. هادشي في حد ذاته انا علاش انا وصلت هنا، عندي ما يدار، ولكن ما يمكنش ليا، راه ما يمكنش ليا نتقبل هادشي. راه عندي ما يدار، راه عندي ما يدار وما يمكنش ليا. هذا التيتر، هذا التيتر ديال البلاد، راه ضرب من الجنون. انا التيتر ديالنا والارض في ملكنا، وباقا في حوزه جدنا الله يرحمه، ما كاينش مخارجه. وتقول لي الارض تباعت، والارض كتهز فيها الرمله، العلو ديال الرمله 30 متر، واش عرفتي شنو هي 30 متر؟ شحال كيدير الكاميو ديال الرمله في كازا؟ انا راني عام هاد الارض ما عمرني حتى فيها رجلي، حتى فيها رجلي اليوم معاكم. 24 ساعة 24 ساعة، لا ما كاينش شي حد اللي يقدر على هاد الناس، يعني مادام ما قدرتوش عليهم انتوما، حنا كنلتجئ اليوم لجلالة الملك هو اللي غيقدر عليهم. انا مطلب ديالي ان جلالة الملك يلتفت يوقفوا هاد الناس، انا كنبه انهم اخر يوقفوا والارض ترجع كيف ما كانت، ويعطيونا التعويضات ديالنا ويوقفوا معانا فوق الطبلة. ونعرفوا شنو، ونعرفوا حتى السيد شكون هما. دابا ما عرفنا شكون، دابا حنا كنضربوا مع الوهم. على هاد الكروه خاصك تحرق، هادشي ديال ليسانس وتحرق بوانيت، ما شكون هما مواليها ما عرفت. وهم هذا خويا، راه وهم. حنا دابا راه ما بقاش فيك، راه ما بقاش فيك. درناها هكا ودرناها هكا ومشينا هكا مليان شعل في بوال عافيه. تنعطيك الميكرو دابا انا المشكل انك انت دابا بحال كتعيش في حلقه مفرغه، انا عايشه في حلقه مفرغه. انا بغيت نعرف هاد الارض شكون كيدهزها، شكون كيدي من هاد الارض باقا في سميت جدي. ما خاصهاش تهز، ما خاصهاش تقاس، حتى ما كاينش فيها مخارجه، ما كاينش فيها لا قسم لا والو. هاد الارض باقا في سميت جدنا، باقا في الدار الضريبه في المحافظه. شي كايد مجهول، ما عارفين شكون هذيك. عندنا الاسم الواحد المهذب. لا 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 ما تقولش الاسم. دابا حنا هاد الشركه ملي جاو عندهم قال لك حنا شرينا. دابا هاد الشركه اللي جات كتهز، هو اللي عطانا الشاك الله يهديك، وعندنا شهود اللي عطانا الشاك. واخا عمي واخا. دابا هاد الناس هادو حنا ما عرفناهم شكون، جينا عندهم لقوهم. دابا حنا هاد الناس جينا عندهم، دابا هاد الناس حنا جينا، هاد الناس كاينين. دابا ملي وقفنا لهم الكروات ومشينا عند القيد، وقفنا الكروه، جاو الناس، جاو خوالي وداكشي، وقفوا الكروه وجا معاهم الاب ديالي، وقفنا الكروه. شنو قالوا لي؟ قال لك حنا شارين من عند وارث منكم. شكون هاد الوارث اللي منا؟ حنا يعني الا كان شي حد، شكون هاد الوارث اللي منا؟ حنا هما كلنا، حنا كاينين. هاد الوارث اللي شراو من عنده حنا بغينا نعرفوا شكون هو. كيفاش دخلوا لهاد الارض؟ راه هذا هو الطامة الكبرى، راه مشينا عند القيد باش يخرج معانا. ما كاينش رخصة. أنا كنطالب كنت خويا، شوف انا واش تخيل معايا دابا انت هاد المقلع كيتهز، ما كاينش رخصه. حنا كنبغيو نبنيو وكناخذوا رخصه، حنا انا كنبغي ندير غير شرجه في المحل تاعي. هذا بدون ترخيص كيهزوا، بدون ترخيص. شفت داكشي ترخيص هنا؟ بدون ترخيص كيهزوا. شنو كتسناو منا حنا نديرو؟ واش كتسناو منا حنا نضيعوا حياتنا وحياه والدينا على قبل الارض باش تولي بنادم كيموت كيضيع على ارض؟ هادشي اللي بغاو هاد الناس. تصور مشيتي عند القيد، القيد عامله سيدي علي بن حمدوش، قلت ليه الجماعه يعني ها هو القيد من حقه ومن حقي يخرج معايا ويحبس القروه، حيت ما عندهاش رخصه، ما بغاش يخرج. علاش ما يخرج؟ شنو خدمته؟ لما قادش ما يجلسش في الجامعه. مشينا عند العامل ديال الجديده، ما قالتش يخرج من الجامعه الا ما هو قادش يخدم. كاينين الناس اللي باغيين يخدموا وعندهم حب الوطن كما حنا عندنا حب الوطن. انا بقات فيا كل شجره تقطعت من هنا. الا هو ما باغيش بلاده، حنا كنبغيو بلادنا. كل ما كنش كنبغيو بلادنا غنحرقوا هاد القروه ونزيدوا، ولكن حبنا لوطننا خلانا نصبروا ونتابعوكم ونجيبوكم. وشتي شحال ديال الطريق درت معاكم جبتكم هنايا؟ علاش؟ على حب الوطن، حيت عندي ولادي حبب فيهم بلادي. ماشي يجي هو العامل الجديده، العامل اللي ما باغيش يخدم، ما باغيش يخرج معايا انا سيدي علي بن حمدوش. ما يشرفنيش اصلا وقف ولقى العامل في الجديده بحال هذا، وما يشرفنيش يكون قيد بحال هذا وما يخرجش معايا. ما كاينش رخصه. واش كتعرف شنو خويا؟ ما كاينش رخصه. والريمال كتهز
واخا كلمه اخيره. كلمه اخيره كنطلب من جلاله الملك هو ياخذ يشوف بعينه ويسمع بودنه ويحن بقلبه على هاد الناس اللي كتشوف فيهم قدامك دور وشوف فيهم كما كان الحال. حنا كنعيشوا في منطقه على هادو على الاقل هادو راه والديهم ورثوا في داك الحق اللي هما باقين هما غير يعني يتامى ديال والديهم. اما حنا كما كان الحال في كازا اما هاد الناس راه كتشوف فيهم كلهم محتاجين وعاد زيد كوفيد وانت هاد اش كدير لي باش باش خويا تقلع. انا كنطلب رمضان هاد الشهر هاد المبارك وكنطلبوا من وكن يعني وكنعتذر للناس انني هضرنا بعصبيه شويه وديروا نجيناهم في هاد الشهر المبارك. ولكن انا كنطلب من جلاله الملك شخصيا اما الناس المسؤولين فهما غير موجودين في هاد الارض سعيده في جديده بالضبط. اما في كازا انا عايشه في كازا الحمد لله حقي ما ضاع حق وراءه مطالب. عطيو لاحد الناس هاد الصوره حق مخصصين. علاش يا خويا شنو واقع؟ السلام عليكم. دابا الرمال اسيدي جاو لنا سولنا على الرمال دوني ترخيص داو المقلع تاع تارودان اقليم تارودان في تارودان جامعه علي سيدي الحمدوش دواري الشيخ. مشينا سيدي عبد القايد عند رئيس الجامعه رئيس الدائره العام ديال الجهه والو ما كاينش اللي تسوقنا ولا اعترف بهم. هاد الناس فوق القانون فنطلبوا من جلالة الملك يتدخل في هاد الواقع هادشي اللي ديرنا شي حل ديرنا شي حل في هداك. راه حنا ضعنا من هادشي وما كاينش الناس اللي كيغيروا على الوطن. راه الناس ها كاين اللي يجي عند هاد الناس هنايا كيعطوهم الرشوه كاين الرشاوي كيشريو بنادم بيه. مشيتي عندو كيقول لك واه باغيتي الفلوس صافي دوز خذ الفلوس وسير بحالك. عطاونا الشيك مزور ثاني ما دوني رصيد وكينصبوا على المواطنين هنايا. البلاد عندنا راه تيسر دابا باقيين فيه دابا تيسر ديال جدي باقي كاع الواد فيه 12 واريت. دابا نوضو باعوا شي ناس دوني سولو تا واحد وباعوا لا رخصه لا والو ما كاين حتى حاجه صافي هادشي دوني ترخيص. لو كنطلبوا من جلاله الملك يتدخل وينقذنا راه ما الناس راه ما خداميش دول الاقليم الجديده القايد لا الباشا لا رئيس الجامعه لا العامل كنطلبوا يتدخل ويكون الحساب العقاب ديالهم والله ينصر جلالة الملك. واخا شكرا عبد الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم اخو جديد. السلام عليكم خويا. احنا سيدي احنا ضعنا في هذه الارض. هذه الارض ديال جدنا ما مقسوماش باقيين فيها كل شيء اكتالوا فيها كل شيء وحنايا امي ميته وعندنا عندنا بعد عندنا سته الوراثه وكاين من الوريث الصواندل ما عدمش ونادوا باعوا دخلوا لشي وراثه دخلوا للشركه هنا وبدا يهزوا في الرمل وما اللي جاينا عدو كيقول لنا سيروا بحالكم مشينا عند القايد عطينا الشكايه مشى عازفتنا حنا دفع شكايه شرقوا ودارها في الطارو ديال الزبل. مشينا عند رئيس الديره مشينا عند رئيس الجامعه مشينا للعماله ما كاينش اللي عطانا حقنا وانا نشوفوا من الله من محمد السادس يعطينا حقنا. شنو الحق ديالكم اللي باغي؟ حقنا ديالنا بغينا يردوا لهاد البلاد ديال كما كانت ويعطونا التعويضات ديالها ما خاصناش نضيعوا. حنا يتامى امي ميته في 2010 وانا كنضيع انا معايا خوا الوراثه اخرين وراثه اخرين الصواندل ما عدمش عيالات وباركين ساكن كيضيعوا هادو كيهزوا لهم في الارض ما حشوماش بجيت الله. اشنو هذا؟ هذا راه شنو حتى واحد ما تسوقنا. مشينا عند العامل مشينا عند القايد مشينا عند رئيس الديره رئيس الجامعه ما كاينش اللي عطانا حقنا ولا عطانا شي حاجه وفين غنمشيو؟ احنا ضعنا احنا ضايعين في هذه الارض كي غنديروا واحد ياكل وواحد يبارك يشوف واللي جا عندهم كيعطوا الفلوس ودير شمكاره زراوه تصير تلهي سير تلهي اللي جا كيعايروه كيسبوه اش غنديروا احنا؟ فين غنمشيو؟ نمشيو للحبس نطاحر واش غنديروا؟ هذا الشيء اللي كاين هو هذا. احنا نطلبوا من جلاله الملك يشوف في هذا الشيء بعينه ويشوف يعطينا حقنا. هادشي اللي كاين هو هذا. كما كتشوف متابعي قناه شو تي في كما تابعتوا معنا الان كما كتشوفوها هادشي ها هي وباقي واضح واضح وضوح الشمس كما تنقولوا. الغابه مشات كلشي مشى الارض هذا. حنا غنزيدوا واحد التخطيوه لقدام شويه باش نشوفوا باش نوضحوا اكثر هاد الحادث اللي وقع لهاد الناس هادو. متابعي قناة شوف تي في دائما احنا معكم في السراء والضراء وكما كتقولوا عرفوا ان مهنة الصحافة راه هي مهنة المتاعب مهنة المشاكل. شوف كما كتشوفوا يعني الاشجار كيفاش
والاشجار كي ولات. دائما متابعي قناه شو تي في نقول لكم من قلب جماعه سيدي علي بن الحمدوش وتشوفوا راه هابطه الواد كما كتشوفوا حنا غادي نهبطوا لعند الواد يعني هذه الارض جات مجاوره لنهر ام الرابيع هذا هو نهر ام الرابيع الارض اللي جات المجاوره ديالو هاهو كيما كتبوا معنا متابعي الكرام رغم الصعوبة ديال الأرض هذه كما كتشوفوا كما كتشوفوا ما زلنا نتابع معكم هذا المشكل هذا هنا من هذا المكان عند هذا المقلع هذا كما كتشوفوا يعني هنا مقلع الرمال كتب معنا من هنا كما كتشوفوا كامل الناس كتشكوا الارض ديالهم كلها مشات ليهم كما كتشوفوا يعني المسافات من هنا من قناة شوف تي في كما تابعتم معنا في هذا البث المباشر في هذه الحالة هذه من هنا نضرب لكم موعدا آخر وإلى اللقاء في بث مباشر آخر إن شاء الله دمتم في رعاية الله ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ كل حق حقه من هنا قناة شوف تي في نضرب لكم موعدا آخر وإلى اللقاء